مع الوقت بدأنا نشوف إذاعات موجهة للشباب، بقى في إذاعات الشباب بتحب تسمعها، وفي نفس الوقت الشباب بتحرص على المشاركة في هذه المحطات، محطات إذاعية كتيرة بتستحوذ على اهتمام جمهور كبير من المستمعين. والأمر الملفت زي ما كنت بقول لحضراتكم هو إقبال الشباب على العمل فيها وارتباط الجمهور بيهم. معنا دلوقتي أحد النماذج الشبابية المتميزة جدا، وهي زميلتنا العزيزة هاجر جميل، المذيعة ومدير البرامج في شعبي اف ام. يا هاجر صباح الفل. صباح الخير عليك يا شاذلي، وعلى منا وعلى ضيفكم الكريم كمان. صباح الخير. يا أهلا بيكي، وكل سنة وانت طيبة. وانتوا طيبين، وكل الإذاعيين والإذاعيات يعني طيبين يا إن شاء رب الله. يا رب. طيب، شعبي اف ام من الإذاعات اللي محققة نجاح كبير ما شاء الله، وليها قاعدة جماهيرية عريضة، لكن عايز أتكلم، بما أننا بنتكلم دلوقتي عن اختيار الشباب الخريجي كليات الإعلام إلى العمل في الإذاعة، فنتكلم عن تجربتك مع الراديو. والله هو التجربة يعني عدى عليها سنين كتيرة، يعني وانت بتتكلم كده دلوقتي حاسة انه عدى سنين كتير قوي قدامي. يعني فكرة انه الواحد اول ما كان الراديو بالنسبة له ده حلم كبير جدا وحاجة يعني عظيمة جدا، وكلنا كنا بنحلم بيها، لانه بالنسبة لي انا يعني بشوف ان الراديو هو اساس كل وسائل الاعلام، يعني هو الحاجة الأساسية إنه الواحد يقدر إنه هو من خلالها ينطلق في كل حاجة. ده فعلا اللي كنت حاساه، وده كل اللي كنت يعني شايفاه قدامي، فكرة إنه الواحد إزاي يبقى قادر ينطلق من خلال الإعلام ووسائله عن طريق الإذاعة، لأنه بشوف إن هي المدخل وهي الأساس في فكرة إنه إزاي تدخل لقلوب كل الناس، وتدخل لفكرة ان انت تبقى بتنطلق، وان انت تبقى بتتواجد، وان انت يبقى ليك يعني جمهور. بشوف ده من خلال الاذاعه. اكيد هاجر، انت بقى خليني اكلمك مش كهاجر المذيعه، خليني اكلمك كمدير البرامج. انت مدير البرامج في شعبي اف ام، وانت بتختاري افكار البرامج، وانت بتحطي خريطتك، وانت قاعده بتشوفي المدد وايه اللي هيتكلم الناس فيه، بتبقي حاطه ايه في بالك علشان تبقي عارفه بتكلمي مين وبتوصلي له ايه؟ بصي، يعني دايما احنا بنشتغل بطريقه ان احنا كلنا حد واحد وكلنا هدفنا واحد، يعني مش بشتغل يعني بمنظور او منطلق انه انا بشتغل كحد فردي او ان انا باخد قرارات بشكل فردي، لا، احنا بنشتغل كلنا مع بعض. يعني دايما حتى بقول لهم دي زي بيتنا، يعني المحطة زي بيتنا، فبالتالي هي بيتنا، ما هو المكان اللي احنا بنقعد فيه اصلا اكتر الوقت كلنا عارفين. بالظبط، عشان كده يعني بيبقى الواحد دايما حريص انه لا، كل الناس هتشترك في ازاي هنختار شكل المحطة، البرامج، الافكار. يعني احنا داخلين على رمضان، فاحنا برضو يعني، وطبعا كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. وانتم طيبين، يعني بالتالي الافكار ما هياش افكار هاجر لوحدها، لا، هي افكار بكل تاكيد المذيعين كلهم. حتى لو يعني كل واحد هيبقى عنده برنامج في المحطه، بس هو مع برنامجه اللي في المحطه هو برضو هو المحطه دي بيته، فبالتالي هو بكل تاكيد بيبني فيها اوضه، بيبني فيها حاجه معينه، فهو كل حد هيبقى ليه حاجه، فبالتالي التفكير دايما بيكون تفكير جماعي وتفكير صحيح. مشترك. يعني انا عايز اقول لك انه من ضمن البرامج على المستوى الشخصي اللي بحبها في شعبي اف ام برنامج الاستاذ محمد شبانه، برنامج الرياضه من الاخر، من الساعه 10 صباحا ل 11 بيقدم برنامج رياضي بشكل مختلف، تحليل رياضي فيه طابع كوميدي، فيه خفه دم، فيه بصمه مختلفه، في معلومه كمان، في اتصال ايه، وفي ايقاع سريع، وكبسوله طبعا، وفي اتصالات، وفي خلفيه للموضوع، فبصراحه من البرامج المهمه جدا. طيب انت كهاجر، ايه ابرز الحلقات مثلا او اللقاءات اللي عملتيها من خلال وجودك في الراديو في شعبي اف ام؟ يعني طبعا انا بوجه التحيه لكابتن شبانه طبعا، ولكل المذيعين، لانه احنا يعني من كابتن شبانه لمذيعين كتيره جدا موجودين وفي اجيال مختلفه دلوقتي بقت موجوده. انت بتسالني سؤال صعب جدا. اكيد اكيد. فاكره حلقه او حوار مثلا عملتيه وكان فارق في حياتك؟ حواري مع الفنانه الكبيره لبنى عبد العزيز، لانه هي ما كانتش بتطلع، ويعني ما كانتش بتتواجد مع حد يعني، واللقاءات دي بتكون ارشيف كمان، فبيكون في مسؤوليه كبيره جدا على المذيع.
طبعا. فانا فكره ان انا ابقى يعني بعمل لقاء مع فنانه بحجم لبنى عبد العزيز، يعني ده كان بالنسبه لي لا حاجه عظيمه جدا، وحاجه انا كنت فخوره بيها. على مستوى بقى حاجات تانية كتير، يعني بما ان انت بتشتغل برضو بتعمل توك شو، فالواحد كان بالنسبه له صحيح. يعني عمل لقاءات كتيره جدا وتغطيات كتيره. بس يعني فكره انه لبنى عبد العزيز يعني دي بالنسبه لي كانت حاجه عظيمه، يعني انه ابقى بحاورها، وازاي ان هي بخفه دمها، وازاي ان هي تبقى بروحها الحلوه دي تبقى متواجده. لا كانت حاجه بالنسبه لي يعني مختلفه، وحاجه انا كنت فرحانه بيها قوي. مرة تانية هاجر، كل سنة وانت طيبة، وكل زمايلك في شعبي اف ام وفي الإذاعة المصرية كلهم طيبين وبألف خير. شكرا جزيلا هاجر جميل، المذيعة ومدير البرامج في شعبي اف ام.